طيب ننتقل لكم الأشخاص اللي يبون يدمون بس عشان يدمون، إلى الآن موجودين يعني والله العظيم. إن شاء الله إذا شريت أندرويد ولا شيء بسوي ريفيو تعال، بس نحن بتكلم عن الآيفون أو الآيوس. في أشخاص يدمون بس عشان بس يدم بس كذا يعني، مسك جوالي حسب إنه قيمة جوالي برضه هي فيه منه فيه يعني، ما أدري الكلمة دي من جات يعني قيمته منه فيه، يمكن يعني إنه تدفع القيمة ويكون كواليتي عادل يمكن. لكن يجيك واحد يقول لك ها الايفون قيمة تصنيعه 200 دولار وابل تبيع لك ب 800 ولا ب 1000 ولا ب 2000 وتقص عليك. لا ما بكذا، ما بكذا الناس يفكرون. ما في شركة كذا ترى، ما في شركة في العالم. اوكي؟ في شركة تاخذ فايدة اثر لان عندها خدمات، يعني اوكي الايفون قيمة 200 دولار، قيمة القطع 200 دولار. طيب واللي صنعوه؟ ما تعطيهم فلوس؟ طيب والشحن ما تعطي فلوس؟ طيب والشركة اللي جالسة يعني عندها مختبرات ودراسة والأشياء ذي كلها ما تعطيه فلوس؟ يعني الجهاز طلع عندك ترى من راس الشركات يجلسون يفكرون براءة اختراع ويجمعون يدفعون فلوس بالمليارات ويجلسون ما تعطيه فلوس؟ موظفين الشركة في أمريكا مثلا أبل ما لها فلوس؟ وين رحنا فيه؟ الشركة عطتك الجوال وقالت لك دعم 3 سنوات أو 4 سنوات قدام. الموظفين حق السوفتير جالسين يشتغلون لك 4 سنوات قدام ما تعطيهم فلوس؟ حمد ربك ان قيمته كذا يعني. تخيل 4 سنوات وانت شاري جوال زي كذا، جاك شركه ثانيه تعطيك الجوال نفس قيمه الايفون والسوفتير مو بمالها، بس نعطيك هاردوير اعطيك اياه، والسنه الجايه يمكن ينزل لك سوفتير يمكن ما ينزل لك، خلاص تنسى الجوال. قبل 4 سنوات جالس انت تعطي موظف فلوس والشركه قاعده تسوي لك ابحاث على جوالك ذي القيمه، يعني لو تحطها نسبه تناسب الايفون يعتبر ارخص منهم كلهم. يعني وين بلس انا احترمها واحبها، كانت بكم 200 دولار او 100 وشوي تقريبا لما طلعت، الحين تنزل جوال ب 1000 تقريبا وبنوصل 1000 من 800 او الى 1000 قيمه الايفون. شو تسوي وين بلس؟ عشان اخذت النظام من جوجل، ما عندها متجر، ما عندها حتى خدمات يمكن تطوير وما ادري شنو الحركات دي. اوكي خلنا اعطيكم 230 مثلا، صار الجهاز ب 400 مثلا 800 وصار 700. ليش السوق وصل زي كذا؟ بس انك لو الشخص يفكر، العميل يفكر انه لا ديك الشركه اعطتني ذي القيمه لان عندها ابحاث، عندها ورشات الجوال حقها 2-3 سنوات قدام يدعمونه، في موظفين جالسين يشتغلون علشاني. شركه ثانيه ما في موظفين جالسين يشتغلون لك على شنو؟ اعطاك الجهاز وسوى لك تحديث سنه يمكن، خلاص يقول لهم خلاص خلوه يولي نروح حق اجهزه جديده اللي ناحيه ندعمها. فكر فيها كذا، فكر ان كلمه البرايس او السعر في فرق بين البرايس والفاليو. فسعر قيمه الجهاز غير سعر الجهاز، يعني في فرق بين يقول لك هذا قيمته كذا وهذا سعره كذا، ترى الكلمه ما بنفس الشيء، في فرق. الجهاز اللي طلع في فهمتوا خلاص اوكي. السلام عليكم، رجعنا لكم خبر جديد عن الايوس 14. ثلاث تسريبات الحين الايوس 14 ما يحتاج، يعني ننزل الايوس 14 ما يحتاج تحمل برنامج كامل عشان تستخدمه، يحدد المبرمج نفسه مثلا تقدر تحمل جزء من البرنامج عشان تستخدمه، ممكن علشان صار الانترنت حقك ضعيف او مساحه حق جهازك صغيره، فبارت من يعني من البرنامج نفسه تحمل جزء وتستخدمه. فهذا التسريب كله انه ما يحتاج انك تحمل كل البرنامج. كيف الطريقه، كيف الاشياء كلها، راح نشوف هذا التسريب، راح نشوفه في الايوس 14. متى ينزل الايوس 14؟ راح ينزل في شهر 9 مع الايفون الجديد. متى يعلن عن ميزات كلها ونتاكد من الاشياء كلها؟ في شهر 6، مؤتمر ابل شهر 6. متى مؤتمر ابل شهر 6؟ اي يوم؟ ما ندري، التسريبات طلعت قالت في اول شهر 6 او اول يوم في شهر 6. راح نشوف قدام متى بالضبط المؤتمر ونحدد كل شيء ونشوف معاكم السوفت وير اذا نزل. في أشخاص كثيرين جوالاتهم يرسلون لي وأنا صدرت الحين تمن قبل شوي ما تشحن، قال تحط جوالي تقريبا أكثر من ساعة هنا أحر أطالع فيه في النهاية ما شحن. طبعا جوالي مشحون بس الباتري مال أبل. صادفني الحين في مشكلتين، يعني يعتبر المشكلة الأولى تكون حق أغلب الناس إن المدخل حقهم مدخل الجوال نفسه طالع فيه، لأن الجوال الآيفون يكون نقولها انثى اوكي، في ميل في التركيب فيتجمع في وسخ. الجوالات الثانيه اللي بال اللي ب
شو اسمه الاندرويد او الجوال الثاني يكون تايب سي. تايب سي يكون ذكر، ف المدخل نفسه مال تايب سي يكون انثى مثل ما نشوف هنا في فتحه في الوسط فتركبه، فالوسخ ما راح يدمع كثير هنا حين نجمع، بس ان في شيء طالع في الوسط. اكثر وسخ ممكن تتجمع داخل التايب سي فراح تتوهق انت، لازم تنظف هنا. اما في الايفون اكثر الاشخاص يعني جوالك ما يشحن ويفصل طالع المدخل في الايفون نفسه، حين يكون في وسخ دخل مثلا عود اذان اس شو اسمه ذا مال الاسنان عود اسنان طلع في الوسخ، بس انتبه يعني لا تحكم بشيء خفيف طلع الوسخ اللي فيه، احيانا يصير زي القطن ما ادري كيف في الوسخ. انا اللي صادفت الحين لا هذا ولا هذا، انا عندي شاحن او سلك حاطه في الشنطه عندي على طول في الشنطه، يعني وقت ما اطلع اشحن جوالي صادفت السلك نفسه. طبعا السلك هذا يمكن 6 سنوات 7 سنوات عندي قديم، صادفت السلك نفسه وسخ، كان هنا الوسخ فنظفته، كان نظف فيه طبعا هنا ما له داعي، ما يحتاج تنظف في القطعة دي اللي تحت، أهم شيء الأسنان هنا تصير نظيفة. خدت لي معقم، حطيت لي أشياء ونظفته، يعتبر الحين قام يشحن ممتاز. فهذه الأشياء اللي تخلي جهازك أحيانا يفصل ما يشحن، أو أي جهاز بتركب فيه حتى لو من الإيربودز العلبة حقتها. نزل تعليق الحين الواتساب مثل ما تشوفون التعليق هذا، طبعا من زمان مشتغل الميزة هذه لكن الحين مع التعليق ذا تعلم يعني انك الميزة ودعمها افضل. فحدث الواتساب الميزة انك تسوي شير في نفس الايباد جهازك، طبعا الايباد ما في واتساب فما راح تدعم بالحركة، لكن الحين مثلا برامج ثانية مثلا اسوي شير هنا، اضغط هنا واسوي شير مثلا حق صورة او شيء في البوم الصور مثلا في اي مكان اضغط شير راح يطلعون لي هنا فوق في السجستشن يعني بسرعة. مثلا تليجرام عندي اوريدي جاهز مثل ما يقدر، اقدر اضغط هنا وارسل البروفايل ده حقي، ما يحتاج اروح واضغط على البرنامج التليجرام يفتح لي واختار، لا خلاص الاشخاص اللي تكلمهم كثير راح يطلعون لك فوق على طول ترسل لهم على طول. مثلا لو عندي واتساب هنا اضغط على واتساب يرسل حق الشخص على طول واتساب. السلام عليكم، طبعا حذفت البوست اللي سألت وجباتكم اللي جات كويسة، حذفت البوست بسبب انه رجعت اسف لان انا كاتب نوعيات دي في البوست، اللي شاف البوست يعرفه دخل علي قال لي ليش تكتب كذا كان تكون محترم، رديت عليه قلت له انا محترم للمحترم، اللي مش محترم يعني ما في انسان يكون محترم لحق شخص مش محترم يمتاز عليه يعني، فانت دخلت علي ضيفني دخلت علي كذا اتحداك بداية السلام عليكم وكل شيء، وعشان أفهم أنا الطبقة اللي أبي أتكلم معاه، كل واحد أنت جاهل بدي الشيء أنا بفهمك بدي الشيء، ما بجاهل يعني بزر لا جاهل ما تفهم أو ما تعرف ذي النوعية الموضوع ده، فكلنا جهلاء في أشياء ما في إنسان يعرف كل شيء بالعالم، لازم كل شخص جاهل بأي شيء. فدخل وقال آسف أوكي السلام عليكم آسف تكلم كويس، حذفت البوست أنا. طيب نوعيات اللي تجيني كثير ما ادري ليش محددين بس على ابل يعني مشغلين مخهم، الحمد لله ان مشتغله مخهم، لكن لو لمنا ذا التفكير اللي يصير زي كذا في كل شيء ما نعيش في الدنيا والله. يعني تخيل تجلس طالع ذا المبنى الحين ما بالجامعه البنيته العامل اللي جاي، لا مو بالعامل اللي جاي المصمم اللي باني، لا مش المصمم اللي باني شركه السمنت اللي بنيته مع الخشب يعني، لا مش شركه الخشب اللي بنيته الماي من الماي، اصل الماي لو انه مش موجود ماي ولا السياره شركه سياره اللي صنعت السياره وجابته وقصت الخشب كذا يعني. انا عندي تصميم بيت رحت حق مصمم اعطيته قلت له ابي هذه الاشياء شو اللي تعطيني انت عندك يد عامل مثلا مصمم ده او مش مصمم عمال قصدي انا مصمم وليد الشيء، فالعمال يروحون يبنون اوكي اذا بنوا العمال تصميمهم بحق العمال، العمال جبتهم بيد عامل انا وحطيتهم اشتغلوا تصميم لي انا المصمم. نجي حق الشيء الثاني، انا شركة عندي شيء الشركة الثانية مصانعة شيء، هذا ما بقول ابل عشان اتعقد فيها، والشركة الثانية جاهزة مسوي شيء لكن ابي اعدل عليه بشوي، فاروح لها اقول لها اوكي انت شنت ذا الشيء قطع القزازم باتري اي شيء
اوكي ابي بس ابي مغيسي اعطيك المغيس حقيني وتغير علي ابي كذا ما ابي ما بعجبني ذا الشيء ابي ذا الشيء فتغير علي يكون لي انا المصمم اوكي هم اللي صمموا وهم صنعوا بس انا اللي عدلت عليه واخذت لي انا اوكي وهذا فخر للجوال الايفون احسن من الشركات الثانيه ليش لانه ياخذ من افضل شيء من الشركات هذه ترى سامسونج تسوي مكنسه كويسه ما قلت اي شيء يعني مكيف حقها بعد برضو كويس بعدين يزن عندي بس انه كويس يعني شغال في كل شركة عندها قطاع خاص فيها كويس نجي حق سامسونج يعني مثلا عطني قبل سامسونج عطني الحين مثلا أبوك مثلا بيبني بيت أبوك اللي يبني ليش يقولون يبني بيت ليش قلت يبني بيت أبوك اللي يبني لا مو العمال يبنون طيب خلص البيت ليش ياخذ أبوك ليش ما يكون باسم العمال طيب ليش باسم العمال ليش باسم المصمم المعماري ليش صار البيت باسم أبوك ليش الصك في الحكومة صار باسم أبوك ليش غلط صح انت بتفكر كذا غلط ليش مش بسهم هي مو بكذا تمشي الدنيا كلها مو بكذا اوكي نفكر كويس نتعدل سامسونج جالكسي نوت 10 بلس او الاس 20 ذا الكاميرا حقتها اللي حاطه 100 اكس وهي مو 100 اكس انت شلون اذا بنفكر كذا نعرف احنا كيف نجيبها هي مو 100 اكس ف الكاميرا من حق منهم مو بحق شاومي تقريبا متفق معاهم سوي ليش بسمي هذا الكاميرا ما مالتهم حتى لو انه هي مشتغله مع شاومي في الكاميرا اللي بسها لكن مو بشغلها كامل نقدر اتكلم احنا اجيك اقول لك ان هذا كاميرا سامسونج مو مالت سامسونج ما نفكر كذا شركه ممتازه في شيء نروح ناخذ ونحط نجمع شيء كويس احنا اللي اخترنا احنا اللي صممنا احنا اللي بنينا الجهاز بالتصميم حقنا وبالمعماريه اللي نبيها احنا يعني اذا جات سامسونج قالت حق ابل لا ما نبي جهازك مستطيل نبي دائري تقول سامسونج ابل اوكي انت اللي صنعته خلاص خذي سوي دائري لا مو كذا المصمم الشركه هي نفسها اوكي والسوفت وير مال الشركه شاشات الايفون سامسونج صح لكن هل سامسونج تحط شاشات اللي عند الايفون عندها لا الارقام تختلف الريزولوشن نفس الريزولوشن يمكن على حسب حجم الشاشه لكن اضاءه والاشياء دي تختلف عند ابل مسوي كير في نهايه الشاشه هذا اللي يخليها الحواف في الجوانب كلها نفس الحواف سامسونج ما تسويها كير في نهايه الشاشه موجود في السوق ولو تشوف مثلا مؤتمر ابل لحق الايفون 10 وما سويته الشاشه النهايه مش كامله ما بوقف عشان ما يصير في حاد او زاويه تحت مرتفعه او النوتش مثلا ما سوي يسمونه التشن تحت لا عوجتها ابل ومنزلتها خلي سامسونج ما حطت في شاشاتها نوع الشاشه نفس اللي عند سامسونج بس سامسونج ما حطتها في جوالات طويله الان يعني من 3 سنوات الايفون 10 نزل لان ما حطت سامسونج ذي الحركه ابل تبي ابل تقول خلي عندي انا ابي ذي الحركه سامسونج يقول اوكي تبينا انا اسوي لك اياها بس سامسونج ما حطت في جوالها ابل تبي شيء تقول حق سامسونج سوي فانا اذا قلت حق عامل الحين سوي لي غرفه هنا انا اللي سويت انا اللي قلت انا عطيته فلوس خلاص يسكته انا تصميمي وانا كل شيء ابي انا ابي مربع مثلث على اوكي عندك انت ايد تشتغل عندك اسمنت روح جيب اسمنت انا اعطيك فلوس هذا مواد بس انا اللي بعطي كل شيء لي يصير الشيء ترى شيء تافه لا تدخلها في سامسونج في الحياه كلها موجوده عندنا وذي الحركه كلها تعرف الشخص اللي يكلمك لان لو ان شخص جاي يكلمك تغني ما في ولا تغني في العالم شفته بيجي يرادد شخص تغني ثاني يقول اوه سامسونج هذا جوالات الايفون من سامسونج ترى ما في الاشخاص اللي ما يفهمون في التغنيه يجون زي كذا يتكلمون لو تمشي في الدنيا كذا ما في شيء في الدنيا لحق شركه معينه ما في شيء فكر فيها ما في شيء في الدنيا حتى بيتكم مو بيتكم كله من معماري الارض من شاري من وين النافذه منين مركبينها الباب ما في شيء كذا يجي في الدنيا لا تتعب نفسك يعني ما تقدر تخترع شيء من بالحالك وقص على هذا كل شيء تحب شيء ثاني شنو سيارات عطني سيارة كلها من كل شيء من شركة واحدة ما في شارع حكومة قائمة ما في شيء يجي في الدنيا من شركة واحدة أوكي مو بس حتى سامسونج نفسها يعني كانت فترة ما بيكلمك يعني كانت فكرة تصنع الذاكرات حقينها وكانت تبيع الذاكرات الكويسة لشركات برا وتروح تشتري هي الذاكرات اللي حق جوالاتها من شركات ثانية أرخص وتبيع الكويس حق شركات اللي برا هذا 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 لعب هذا ذيك كذب او مش كذب هذا حركه ما تعتني بالعميل لكن تجيك شركه تحط ستانلس ستيل في جوالها ماتيريال تحبه ولا ما تحبه بكيفك الشركات الثانيه ما تحط سامسونج ما برضه تحط الان ف
كذبت في البداية، حطت الموقع حقها قالت إنه ستاين ستيل، بعدين يوم كشفوا الناس إنه ألومنيوم حذفتها. فعلى حسب الجهاز اللي يعجبك تشتري من الشركة اللي تبي. ما نتكلم، هذا كلام ما زين، أوكي؟ كلام هذا واحد ما يفهم بالتغنية، ما بس بالتغنية، ما يفهم في أمور الحياة كلها. فكر فيها أنت تجلس، أي شخص يتكلم كذا ما يفهم في الأشياء دي. ما في شيء بالدنيا مصنوع من جهة واحدة. وآسف إذا كان كلامي شوي حاد، لأنه مش عشان إني مايل لأبل، لا، علشان دي أشياء في الدنيا كلها. إن جاي تكلمني كأنه ما أدري شلون، يعني جاي تكلمني كأنك ما تفهم في الدنيا كلها، ترى الأشياء دي كلها في العالم موجود فيه. لو نطلعت أي شيء، يعني ما في شيء مبني حق شيء واحد. يعني فقرة حرق الأعصاب، وينه هو ده، نفتح اضغط هذا، البينج البينج البينج، وين الله، شوف البينج، شوف البينج، شوف 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 شوف، هذا الدونلود. شوف الابلود الحين كيف بيكون، الابلود 999 كذا. هذا توعين شكل، إذا هذا أبلود 470، خلنا نشوف نخركم من جهة ثانية شوف نفس الحين كم عطانا هنا أول مرة، 471، 852، الحين هنا مرة أخرى 700 800، كان هنا 700 يا بابا، 800 شوي باقي، أيوة دخلنا 800، نبلود 400 برضه، ما في فائدة. وين تسجيل الخروج؟ أنا ما أدري ليش، يعني أنا قاعد أفكر إني خلاص ما راح أرد على الأسئلة الغبية ذي، إنه يعني أبل عندها أجهزة ما أدري تصنعها سامسونج لها، وسامسونج تأخذ أجهزة من، أو عندها مصنع مع كوالكوم، مع الأندرويد سامسونج تأخذه من جوجل. طيب كل شركة كيف تصنع وتأخذ من الشركات الثانية، بس براند عليه أنت، يعني إذا كانت أنت تقول لي إن الجهاز من سامسونج وعليه علامة أبل، فضعف من سامسونج مو قادر تحط العلامة على الجهاز حقتها. فخلنا خلاص، أنا قاعد أفكر الحين إن خلاص لا تسألني عن الأشياء، لا تسألني، لا تجي يعني ما جاي ضيفني إنك تتحدى، لا بنخلي كل شيء حبي وكل الأشياء، فما بي مقارنات بين iOS وأندرويد الأشياء دي. إذا جيت سويت أنا سويتها بشيء تفضيلا مني، بس إنك تجي تسألني دي أفضل ولا هذا أفضل، وتبي نسوي يعني شو اسمه نجلس هذا أفضل وده أفضل، بطل. انت تحب اللي تحب روح له، بس تجيني انت ضيفني بس علشان تقول لي كذا اتحداك، وين هنا فيه شو تحدى؟ يعني انت حن قوي صاير، انت صلاة ما صليتها يمكن انك بتاخر، جاي نسوي نفسك قوي، خلاص بطل هالاشي. شوف شوف الاجواء شو، هنا المنطقة عندنا يقولون لك نتحدى كورونا، مع انهم متكلمين اليوم انه اليوم رجال، او امس جت رسالة ان يطلبون، طبعا ما بحضر، بس يطلبون منك انك ما تطلع. ليش يسوها امس؟ لان يدرون الجو بيكون حار اليوم، او الشمس طالعة، طبعا الشمس طالعة لكن بتضل لازم جاكيت، يعني الشمس بس انك تلبس جاكيت، فهمتوها انت في النص كده، يعني النافذة باردة، درجة حرارة الان احنا نضر طبعا، ايوه درجة حرارة وينها اقول لكم بعد شوي، درجة الحرارة الحين 13، فالجو حلو، ففي ذي الوقت هنا كذا بس تطلع الشمس الجو حلو، المجتمع الشعب كله في الشارع، كلهم في الشارع يطلعون، اللي ياخذون تان واللي المهم انه في الشارع يجلسون. فرسل الحكومة والمنطقة عندنا ان لا تطلعون اليوم، مدري شنو، السيارات زحمة في الشوارع، كل مكان تحس ان عندهم عيد اليوم، الناس يتمشون واللي قاعد تجري، جالسة مع مدن من، فهمت
الجهة، فإن عندنا الجو هنا خلهم لازال هنا بقوة ما راح يسوون حاجة، بس أنا ما أدري بيسوون. شفت الجو كيف حلو، الشمس طالعة، بكرة أو بعد بكرة على حسب يعني الأخبار أو شو اسمه ذا مرة الطقس يقول متى يحتاج. وإلى الآن شو أوكي هنا ثلج، إلى الآن شو الجبل هناك فوق كيف الثلج عليه. طيب في تعليقات حلوة، ما أدري تقسيم الشاشة هل راح يكون مفيد في الآيفون؟ يعني في الايباد حلو صح، لكن أتخيله في الآيفون، يعني في الأندرويد استخدمته ما أقدر أستخدم عادل، يعني في الكبر يمكن راح أستخدمه في الأسبوع، لكن أوكي ما أنا يمكن ما راح أقدر أستخدمه، غيري راح يستخدمه، راح نشوف قدام يمكن يفيدني بشكل بسيط، لكن نشوف كيف أبل راح يعني تقدر تسوي ذي الشيء في جهاز صغير. يعني مثلا انا اتوقع انه بيحطون، خصوصا ان الايفون الجاي الكبير راح يكون اكبر، فيمكن يصير مفيد اكثر. ومكالمات ان في الخلفيه يطلع لك من فوق صح حلو، يعني من زمان اتمنىها تكون موجوده. في بعض التعليقات جاتني ما ردت عليه، في بعض التعليقات نفس التعليق نفسه هذا اللي يبي، يعني واحد بس يبي الشاشه تكون مقسمه، واحد ثاني يقول، فشفت التعليقات اللي مدموجه فيهم اثنين. في بعض التعليقات ما انا فاهم شلون، يعني شنو اللي تبي؟ انا برد عليكم بس خلت خلص شنو بس شنو وات وين شنو اقول لكم لازم تغسلون يدينكم عشان كورونا؟ لا ست أبل؟ أوكي بس تدين كان يجب تتكلم. طيب في بعض الأشخاص جاءت تعليقات ما بفاهمين بين الآي أو إس بين النظام، أنا أتكلم عن النظام ما أتكلم الجوال، يعني كل من واحد يبي البطارية تكبر، أنا أتكلم عن النظام يبي الشاشة تكون أفضل، أنا أتكلم عن النظام سوفتوير، أتكلم عن سوفتوير تهريتي الجديد سوفتوير، ما له شغل بطارية تكبر، ما له شغل إن الكاميرا تكون بيكسل أكثر، أتكلم عن سوفتوير. أوكي انت مستوعب ان مبان مسوي التحديث؟ انت مستوعب ان التحديث ما بعد يكمل، باقي له شهرين على ما ينزل؟ انت مستوعب انه ما حد استخدمه؟ يعني احنا ما عرف ميزات كلها عشان نتكلم هذا الشيء، جهاز السوفتوير ما نزل، ما نعرف اي شيء عنه. ما تركه. تأكد الشاي بدي يبدأ يعطيني إياه. يبدأ يعطيني إياه أنا أمسك بيدي إنه ما غسل، فهي راح تغسلت إيدي وقالت أنا أكل. دفيها مسكيها بقوة دفيها، فهمت شلون؟ مو بتسوي فورس شوي عليه، يلا لا 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 تعرف مكان ما يقدر اكل من، لا مكان المكان كيف كذا اتضح شيء ثاني. الأسبوع اللي راح انا طلع بالسيارة وشاري الأغراض وحطهم بالشنطة، نزلتهم البيت بعدها بيومين، لأن أنا أطلع من السيارة أروح وأرجع، ما مرة شفت السيارة مفتوحة الشنطة، بس بعدها بيومين بشغل السيارة وبدأت تشتغل، أطلع أنزل ورا شفت الشنطة مفتوحة. أوكي ما تعرف معناته الشنطة الدبة الترانك ما أدري إيش تسمه، بس هذه الكلمات اللي عارفها له. فشفتها مفتوحة واللمبة اللي داخل هي اللي صرفت بطارية. طيب قرنت السيارة واشتغلت الحين، اليوم ما فتحت الشنطة ما سويت شيء، وأنا جاي بركب السيارة لقيت الشنطة مفتوحة، بس الشنطة تكون مفتوحة.
انا ادور المفتاح كله اشوف عند بنتي، فما ادري ايش الحل اني اخلي. ما في حل، ما اتوقع انه في حل ان الشخص من بنتي تلعب بالمفتاح في الشقه عندي، فكل مره تفتح السياره. ما في الا حل انه اوقف السياره بعيد واجي البيت يعني، ما ادري ايش السالفه. انا كبداية متاكد يعني، بداية مو متاكد، انا ما اتاكد في شيء سويته، ما اعترف لك، او اني ما حتى في بالي اقول اوه يمكن انا فتحت الشنطه. احيانا نقول لك لا يعني اليوم 100% ما فتحت الشنطه، لكن في اشياء اسويها في يوم يعني. في السمستر اللي راح كذا مره اروح الدوام بالسياره وارجع بالباص، مره مرات كذا سويتها ورجعت بالباص وجيت البيت ونمت وصحيت بطلع بالسياره بشوفه، بغيت ادق الشرطه والله قلت مسروق السياره يمكن. طيب النهايه لا موقف ومديه الدوام يعني. كان ده مرة أشياء سويتها، بس إنه في أشياء مثل اليوم ما فتحت الشنطة لأن ما شريت أغراض ورحت بس الجامعة ورجعت بس يعني الشنطة مفتوحة، يعني درجة إن الساعة عندي تسوي هذا وميض ما تسمونها، يبني يعني أرتبها أو أعدلها، فلازم أفتح التانكي ما أدري الدرج وأشوف الرقم السري وأركبها. ماليا مالي شغل فيها ولا، بس ما أدري لازم أشوف حل الحين إن الشنطة كيف أخليها تنفصل إن بالرموت ما تنفتح. ما أدري أفشيل الرموت الحجرات، بس ما رحت أشغل السيارة بعد. المهم وانا بمشي هنا اسولف معاك بيطلع اصوات مفاتيح، ما شنو مفاتيح زوجتي، فاصوات خلوها. بكره ان شاء الله عندي فيديو مسوي لحق الايو التسريبات الايفون الجاي والايو 14، واليوم نزل تسريب اللي اتكلم لكم عنه، بس ما كنت يعني كنت مسناب ما تكون تفاصيل كامله، فالحين تكلمت عن اكثر في الفيديو نفسه. انا خلصت الفيديو قبل يومين واليوم قاعد اسوي اخراج، طلع التسريب هذا اليوم وضفته زياده، فان شاء الله ان شاء الله اليوم اللي هو في السعوديه اليوم يعني الساعه 8:30 في السعوديه ينزل في اليوتيوب تسريبات الايفون 12 والايفون 9. لا حد يسالني الايفون، لا مش الايفون 9، الاي او اس 14. شوف بالي قال بقول لكم لا حد يسالني عن الايفون 9، فقلت لكم تسريبات الايفون. لا حد يسالني عن الايفون 9 متى بينزل، شو التسريبات، ما في شيء والله العظيم. لو يطلع شيء خفيف راح اقول لكم كل اللي موجود وكل اللي تبون تسمعونه، واللي موجود في التسريبات موجود في اليوتيوب على طول يعني جاهز. اليوم دقوا علي الجامعة الساعة، أحس إني جلست أسولف معكم أشياء ما لها داعي، بس ورا بعض كذا سناب سوالف ثانية وسناب ثاني. المهم دق علي الجامعة اليوم وأنا طالع من الجامعة، دق علي الجامعة توقعت إنه صايدين إني دخلت الجامعة، بس مش كيف يسدوني. هي الأصل ما يبونك تجتمع ولا تروح الجامعة، لكن هنا في أمريكا ما في شيء إجباري. طيب رحت جيت الجامعة اشتكي بشغل، بجي المكتب وبجلس بذاكر هناك، ما في شيء اجباري، بس يقول لك اه الافضل انك ما تجي. ف واليوم طالبين انك ما تطلع من البيت وما تشنو الجماعة كلهم الشارع. المهم انا ذاكر في الجامعة وادرس في اختبارات الجامعة، انه مستحيل اني ادرس وبنتي موجودة، يعني كل شيء تبي تسوي معي يعني، حتى الفيديو اليوتيوب اللي جيت اسويه ولا لازم انا اخليها تنام مثلا واجي اسويه وقت نومتها اخر الليل، فمستحيل اني اقدر اذاكر في ذاك الوقت. وكل شيء بسوي مثلا اليوتيوب ولا شيء هي تبي تسوي معي، ابى افتح الكتاب بذاكر هي تبي تذكر معي، تبي تكتب معي، فكل شيء معي. فما في الحل الوحيد خصوصا في الاختبارات، ما في الا اروح الجامعه، والجامعه تقريبا المباني كلها والمباني الرئيسيه كلها مسكر الا مبنى واحد، ونخش من اخش من الخلف مكان يعني الموظفين مفتوح عشان ارقى واخش، يعني حتى لاباتنا الالكتريكال مسكر. المهم دقوا علي قالوا لي احنا مكان حق سكسيس ستودنت وكذا، فنبي نعرف كيف الجامعه معاك خصوصا مع الاونلاين، كيف تتوقع شو الاشياء اللي تحس انها صعب عليك. طلع كلام قلت له الحين نخلص شهر من يعني اونلاين، احنا متوهقين لنا شهر توكم دقين. قال احنا اسفين ما كنا بس جالسين نحاول ان احنا نسوي اونلاين. قلت له انك تحاول تسوي اونلاين والله راح تقدر تسوي اونلاين، انت شيء مبني على مش اونلاين، تبي تسوي اونلاين يعني شوي. ضربت المثال عندنا 310 الايجن سياره، تعبانين شارين السياره ومسوين كل شيء ومخلصين، يعني مخلصين جزء او اكبر بارت من السياره، شارين السياره يعني القطع حقتها مثلا البطاريات شارينها، الاردوينو شارينها حق البرمجه وكل شيء. شو تقول لي الحين بعد شهرين من ما شارين كل شيء وجهزنا وركبنا وبدينا برمجه تجي تكلمني تقول لي خلاص نقلب كل شيء اونلاين وما في سياره ما في شيء وكل شيء اللي سويته راح تكنسله وتبدا بس رسم؟ انا ما دخل معرض رسم، انا جاي ابرمج سياره. يقول له خلاص ارسم القطع وارسم كل شيء وقول لي ايش اللي سويته ستيب باي ستيب. طيب واللي شريت؟ طيب والتعب اللي سويته؟ طيب والاجتماعات اللي كل اسبوع اجتماع اللي جلسوا من الساعه 8 الصباح ونجتمع مع الطلاب ومع كل شيء؟ خلاص انساه.
لا كيف وين نبي؟ دخلت المحطة والله العظيم حسبتهم إن متخانقين ولا شيء، عنا اليوم يعني في أشياء أحيانًا ذي الوقت. يعني الحين كم الساعة عندنا؟ الساعة 12 في الليل. بكرة عادي شيء طبيعي إنه يصير خناق هنا وما تشوف، خصوصًا إن طريق الدونتون قريب سكارة ولا شنو. بس فكرت فيها تاني متذكر ليش أفكر، أصلًا مسكرين ما في دونتون ما في شيء مكرونة، يعني مسكرين البارات مسكرين كل شيء. المهم برجع معاكم السالفة، بس أعلمكم السالفة دي بس بعدين. فيجي الحين قال لي اوكي يعني ما تقدر تسوي شيء الحين كورونا ما كورونا. قلت له اوكي بس هنا في اشياء نقدر نسويها حبه حبه، وباقي شهرين خلصنا شهرين باقي شهرين. مثلا السياره لا تقول لي خلاص، لا تقدر تعطيني ستيب ثاني تقول لي صور وحط، لان انتوا اصلا البروتوتايب 1 خليتونا نصور فيديو ونسوي اخراج وكل شيء ونجمع مع بعض ونرفعه، فخلينا نكمل على السياره نفسها. ليش الحين تبي تقلب كل شيء؟ تحطم ام المعنويات كلها تروح كذا فجاه واقلب ورقه. طيب السياره اللي تعبت علي خلني أكمل السيارة وأسويها كل شيء، وما تبي نجتمع ترى عادي أروح أخذ قطعة من الشخص. يعني إن المشكلة إن إحنا مجتمعين، هو شنو 310 الكلاس ده يهيئك لحق سوق العمل، ففي كل جروب جميع التخصصات تكون موجودة، مو جميع التخصصات لكن تخصصات الإنجينيرينج. يعني أنا كهرب، الشخص الثاني أوكي الأشخاص اللي يسألوني أنا تخصصي إلكتريكال أن كمبيوتر إنجينيرينج، هذا الديبارتمنت حقنا، فإلكتريكال وكمبيوتر مع بعض يكونون. المهم فالتخصص حقنا ومع جروب ثاني مثلا من الميكانيكال يعني مجمعين اندستريال وكلهم مع بعض، واحنا لازم نجتمع كل اسبوع عشان نشوف الخطه وش الاشياء اللي سويناها، علشان يعني اوه ده اللي سوى السياره الكفرات، وهذاك اللي بيسوي لي 3D برينتر حق البادي حق السياره، وهذا اللي يقيس الماي وكيف ينزل مثل كيمستري والاشياء دي كلها الكيميكال، فالاشياء دي كلها بسويها. طيب عادي ترى اني اخلص البارت وإردي، يعني عندهم اجتماعات، إحنا نسوي اجتماع في يعني الأسبوع اللي راح نسوي الاجتماع نفس المادة في الأونلاين. طيب عادي ترى نجتمع أونلاين إحنا الطلاب، يعني الطلاب إحنا الجروب حقنا كلنا مجتمعين، عندنا برنامج نجتمع فيه مع بعض كلنا، كل يعني سوينا شيء نجتمع اليوم تسليم هذا اليوم. والله العظيم إن المادة دي من تفقيها مع بعض في الجروب إن صار عندنا أسايمنت، عندنا شيء لازم نتكلم، إن المادة ما يعني خصوصا المدرسة، يعني جينا سألناها قلتها ترى في كالندر، يعني المادة فيه موجود كالندر، إذا حين ما في كلاس نروحه ولا في أي شيء تسوينه أنت، الأنونسمنت اللي تسوينه أنت مش كاملة. يعني أول أمس ما دريت أن عندي أسايمنت أنا لازم أسويه، لا في الكالندر موجود ولا براس، لأنه لازم في وقت ما يعني ما أنت ما ترسلين لنا، وأنا كيف أبحث لك عن 100 ملف موجود عندي عشان أعرف وين الخيار هذا اللي موجود فيه اللي مكاتبة فيه؟ ليش ما أنت تحطين في الكالندر المواد الثانية حطها بالكالندر؟ أذكر الله يعز الله ذكره بالخير صهيب، سألوها وحشروها زي كذا، شو الرد حق الرد حقه الوحيد؟ اوكي ما علي يعني ما بقى لها شهر ونخلص احنا الماده. لا مو بحل، ما راح تنقصيني درجات على شيء انت سهل انك تحطيني في الكندر. يعني اذا كان علينا شيء، علينا واجب، علينا شيء نسويه واحنا ما راح نعرف ليش، لان احنا ما نجتمع الحين، ما في كلاس نروح عشان تقولين لنا. فشيء تافه في 2020 الحين احنا وفي كالندر عندك في نفس الماده. يعني انا افتح الجامعه واحط اليوزر حقي واشوف الكلاسات، ما احتاج افتح كلاس، اضغط الكالندر واشوف كل الاشياء اللي بسويها اللي علي، مثلا بكره علي هذا اسوي هذا بكره كذا، خلاص اشوف الفيديو حق الكلاس والواجب واشوف الفيديو المدرس اللي شرح واطالع فيه وبعدين احل الواجب. شيء طبيعي، بس يجيك شخص ما بحط في الانونسمنت ولا بحط في اشياء يلا عليك واجب وراح، فايش سوت هي؟ راح عليني والله يوم ما سلمت انا، كتبت قالت ارسلت لنا رساله الحين تذكرنا تقول يلا ترى عليكم شيء ومن امس مسكر وانتم ما سويتوه يلا انتظركم تسوون. اوكي تنتظرين نسويه، والله العظيم انك لو ان هي مش غلطانه، هي تدري انها غلطانه، لو ان هي مو غلطانه ما راح تفتحها. يعني ما في انسان، ما في دارس في الجامعه هنا والله العظيم بدقيقه واحده يسكر، مثلا الساعه 8 يسكر او اكثر الوقت 11:59 يسكر البوكس، انك دروب بوكس تحط الملف حقك 11:59 يسكر او اخر دقيقه، بس يصير 12 يقفل يكتب لك اصلا، اقول له اه سويته واسف تاخرت. يعني مرات اقول له اوريك الملف حقي في الديت حق في الاب اللي عندي ديت، ما اقدر اغير الديت حق الكرييت متى سويته، اقول له والله هذا موجود ومسوي بس انا نسيت، يقول لي ايش شغل فيك؟ طيب وحين لا اوكي، لان هي نسيت وهي غلطانه عادي عندها اوكي، اعطتنا مجال قدام وسلمت لها اول امس تقريبا. انت عندك غلط، ليش مش متجوزينهم؟ يعني ايش عندك انت ما تفتحين الكالندر وتحطين الاشياء حقتك؟
تحطين أشياء اللي تساعدنا وتعلمنا شو نسوي. الكل يعرف ان ابل تي في، برنامج ابل تي في فيه اشتراك داخل اسمه ابل تي في بلس. ابل مسوي خدمات نفس نتفليكس داخله، وفي اتش بي او، في البرامج كلها في ابل تي في. طبعا اذا كان هناك حسابات تشترك فيهم داخل ويصير كلهم موجودين في ابل تي في. ابل تي في تي في بلس ابل قاعده تبدا تسوي عروض او برامج خاصه فيها. اشتراك لازم تصير اشتراك شهري، او عندك جوال جديد من ابل تفتحه يصير لك مجاني لمده سنه. عندهم افلام حلوه، عندهم سي، عندهم The Morning Show، عندهم في The Banker، في Amazing Story، في يعني أفلام حلوة. أبل مسوي عرض الحين، العرض هو مجاني. أبركني يا أخي. الحين لو فتحت برنامج أبل تي في عندك، أول ما تنزل تحت تشوف العروض هنا. طبعا مو مش كلهم فري، لكن بعض العروض هنا مثل ما نشوف فري، تفتحها ما يحتاج عندك اشتراك، ما يحتاج عندك أي شيء، تشوف الأفلام هذه مجاني مثل ما نشوف، بدون اشتراك في أبل تي في بلس، بدون أي شيء. فأفتح أبل تي في برنامج راح تشوفه هنا، هذا العروض مجاني مثل ما نشوف. العروض تكون من أبل تي في بلس وتكون من الاتش بي او برضو مثل ما نشوف، مش كاملة. يعني أنا مثلا عندي أبل تي في بلس راح أشوف أفلام غير اللي موجودة عندك، أشوف أكثر. يعني أبل تي في بلس في أفلام كثيرة هنا موجودة، تبانكر والأشياء دي هذه كلهم أبل تي في بلس، ما راح تكون عندك كلهم مجانا، لا راح تكون عروض خفيفة. يعني في بعض الأفلام اللي هنا موجودة مثل ما نشوف، يعني لو نشوف ذا بانكر مش موجود، هذا ما شفته، هذا ما شفته، هذا حلو المسلسل، هذا ما شفته، هذا فيلم وثائقي تقريبا، هذا الأطفال، هذا الأطفال، فحلو. في أشخاص يسألوني كثير إن هل أقدر أشبك كذا سماعة على آيفوني؟ تقدر، تنتين تقريبا، ما أدري هل ثلاث تقدر ما أدري، بس إنك لو فتحت الآيفون، خصوصاً لو إنه مثلاً آيفون جديد عندك أو سماعة جديدة مثل ما نشوف يطلع عندنا هنا، وتقدر تشبك عليه من هنا. أنا على طول شابك عليه، فأقدر أضغط هنا وأشبك عليها مثل ما نشوف، شبكت الحين عليها. أقدر أسوي مشاركة الصوت، شلون؟ لو أفتح سماعة ثانية أو أضغط من هنا راح يقول لي افتح السماعة الثانية اللي عندك، افتح السماعة الثانية. طيب فصل لانش طلعت عندي في نفس الجهاز اللي اصور لكم، بس المهم اذا فتحتها اضغط مشاركه. فاذا ضغطت مشاركه الحين راح تشبك عليها، بتشبك على سماعتين. راح نشوف هنا السماعتين الثنتين مشبوكين. اقدر ارفع صوت السماعه الاولى، اقدر ارفع صوت السماعه الثانيه العب فيها، اقدر اتحكم فيهم الثنتين مع بعض من هنا. خلاص الحين السماعتين الثنتين مشبوكين، ففي شخص يقدر يسمع في دي، الشخص الثاني يقدر يسمع في هذه، او لو عندك اربع اشخاص كل شخص يقدر يسمع من سماعه من نفس الصوت، شغالين في نفس الوقت، تشغل اليوتيوب او اي جهاز عندك وتشتغل. وطبعا عادي تشبك البلوتوث، وتشبك يد كنترول على الجوال، تشبك الكيبورد برضو، كلهم بلوتوث عادي، يعني تقدر تشغلهم في نفس الوقت.